باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كما تقول الرسالة إلى العبرانيين نحن تحيط بنا. شوفوا شو اليهود بقولوا، بقولوا إيش؟ عمود السحاب، صح؟ عمود عنان. الرسالة إلى العبرانيين شو بتقول للمسيحيين حتى يجيبوا لنا الدور منه هذا عمود السحاب؟ شو الرسالة إلى العبرانيين بتقولنا؟ تحيط بنا سحابة من الشهود، يعني القديسين يحيطون بنا سحابة، مش حتى تنزل علينا قنابل، بل حتى تشجعنا للمثل صار. بدنا نشوف من شهود هذا الأسبوع. طبعا بالعربي وباليوناني شهود وشهداء نفس الكلمة، مارتيس مارتيروس اللي هو اسم عائلتي كمان، مارديروس مارديروس يعني. اول شيء الاحد القادم عندنا عيد المسيح الملك، هذا راح نحكي عنه. طبعا هذا زي ما بيقولوا ده كلام كبير قوي، هذا هو الفرق الشاسع بيننا وبين اليهود. ليش اليهود ما قبلوش ملك المسيح؟ لانه ملك روحاني، ملك محبه وعدل وسلام، وهم بدهم زي ما احنا شايفينهم اليوم السيطره والمال والقتل. يوم 20 يعني نفس يوم عيد احد الشبان الموجودين هون، عيد القديس ادمون ملك انجلترا. بتعرفوا الناس بسموا اولادهم ادمون او حتى بطلوا هلا ومعهمش خبر مين هو ادمون. القديس ادموندوس ادموند هو احد ملوك انجلترا الكاثوليك قبل ما ينشقوا طبعا سنه 1534، وقديس. هلا كل شيء بينتهي في مونت، ادموند ادمون ريمون، اساسه موندوس باللاتيني يعني الطاهر، موندوس باللاتيني يعني الطاهر. في 22 الشهر عيد القديسة سيسيليا البتول الشهيدة. سيسيليا هاي شفيعة المرتلين. تعرف مرات تسمعوا واحدة سحورية اسمها سيسيل، من هي هذه سيسيل؟ شو ليش سموها سيسيل؟ سيد سيدك ما عرف. هيها طلعت بتول شهيدة استشهدت في زمن الرومان. طبعا اللي قتلوها مين؟ الرومان الوثنيون. 23 شهر عيد القديس البابا إكليماندوس الأول، بابا إكليماندوس الأول اللي الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة بتسميه البابا إقليموس، إقليموس لأنه باليوناني كليمس. بعث رسالة شهيرة إلى أهل كورنثوس. شوفوا هالكتاب ما أحلاه. الآباء الرسوليون، يعني هدول أول آباء الكنيسة مباشرة بعد الرسل. عشان هيك في بعض كتاباتهم مثلا رسالة القديس القديس كليماندوس إلى آل كورنثوس هاي ممكن تكون سابقة في الزمن لسفر الرؤيا. طبعا بعدين بحكي لكم عنها لأنها مهمة جدا. طبعا في صلاة للقديس كليماندوس. طبعا كل هدول البابوات أول 32 بابا ماتوا شهداء كلهم، وأول 52 بابا كلهم قديسين، وعدد نسبة لا بأس بها منهم كانوا يونان. تعرف مرات مش في حزازات روم ولاتين وبصر إيش عدد من باباوات روما. روما محل الحبر الأعظم اليوم موجود، وبوكل معكروني بابا روما. كان في باباوات يونان، إما يونان من بلاد اليونان، أو على فكرة كان في بابا من بيت لحم اسمه إيفارستوس، هذا من أول 6 باباوات يوناني من بيت لحم. وكان في كثير باباوات من سوريا يونان. فكل هاي الأمور، كل هذا التاريخ بيدعونا إلى إيش؟ إلى القداسة والتقارب والمحبة والحوار الحقيقي. وشكراً لإسماعيل.